الزبله كليتنا، الغرام كلينا، ما احنا عايشين في امر كارثي. الناس تقتل بثلاثه حنوشه في النهار، بثلاثه حنوشه يقتلوهم في النهار يا اختي. متنا مرضنا، انا مريضه تو، انا مريضه الاسماتيك تو، انا مريضه بالغده ومريضه بالحساسيه ومريضه بالكل من كارثه متاع الغرام هذا من الوم. صغار ما تكاش وين تلعب، نعملوا فرح ما نفرحوش كالعباد خايفين متصاور كيفاش باش تطلع عنا. ما فهماش حتى كيف يجيك حد ضيف ولا حاجه تحشم على روحك يا خويا. وينك؟ اعطينا المسؤول اللي مسؤول على هالبلاصه هذه يا اخي، قوم بواجبك ولا يجي شكون يقوم بواجبه في بقعتك؟ فهمتني؟ مش غاضين النظر، شادين البيروات نتاعهم وشادين ما صلاحهم ومسلمين في عائلات اللي قاعده تموت، قاعده تموت بالاحياء. احنا ميتين، احنا مدفونين، رانا تعرف نحن مدفونين واحنا حيين. باش يكون في علمكم يا اخويا. فين وزير البيئه؟ وينها؟ وين نتاع التجهيز؟ وين نتاع الاسكان؟ وينهم؟ وينهم؟ ما روهاش حمام معروفه؟ حمام معروف تاسست قبل حي الرياض وقبل بخزر وقبل الزاويه وقبل كل شيء. اش معناها هذه؟ حاطينها نقطه سوداء. فسرونا، اعطونا تفسير، اعطونا تفسير. حتى الهمل المجرمه وقت اللي تجي تتخبى عندنا لهنا في الزيتون وما نراوهمش اولادنا، قال شنو حمام معروف؟ حمام معروف اشرف الشرفاء وانظف النظفاء ورجاله، ورجاله بتم معنى الكلمه بنسهم وبرجالهم وما يمدوش يديهم. فهمتني؟ ولذا يا اخي شنو اخي، مش نمشي انا نهدوا على عباد؟ ما نعملوش المشاكل نحن، رانا نحن لا نسكروا طرقات ولا نعملوا مشاكل يا اخوي بامور سلميه. اخوي حقنا، حقنا في التطهير، حقنا في الشارع، حقنا في التنظيف كسائر الخلق. اخوي على الاقل عملنا حتى الطريق منين نتعدوا، لكن ما فهم حتى شيء. يا اخي يا اللي مسؤول على هالبلاصه، نديناك 20 مره في مره واخر مره، فهمتني؟ اخر مره نبهوك اللي باش تجي تقوم على هالبلاصه هذه، فهمتني؟ ما دامك مسؤول على البلاصه هذه تجري على حقها وتجري على مصلحتها، مش تعمل عين رات وعين ما راتش. هاك جيت، هاك عيطت، هاك درا شنو عملت لناش حاجه؟ ما عملت لنا حتى شيء، حتى حد ما عمل لنا حاجه.